قبل موعد البث المباشر بيجي 5 دقايق بقعد وبتذكر كل شيء صار معي بالاسبوع، واذا انا زعلان من شيء معين او حاسس في شيء مضايقني بتركه بارضه وبركز وبطلع على المسرح. قبل ما اطلع بخمس دقائق اكيد يكون في شعور، يعني انك بتقابل لجنه حكم وجمهور ويعني وخلف الشاشه ملايين المشاهدين، فهذا الشيء يعني شعور يكون صعب شوي. قبل ما اطلع اللايف بخمس دقائق بحاول نظم نفسي، اتنفس بطريقه مريحه، حتى هيدا يعني عقلي المشلوش وعليه كثير ضغط تفكير بدي اياه يسترخي ويوقف عن التفكير لما انا بركز تفكيري على النفس. في لحظه هيك وانا دا اطلع على الدرج، لحظه انه this is the moment of truth، الجمهور واللجنه راح يشوفون ماتي الفيديو، احساس مختلف، حياتي ما مر هيك احساس. قبل اللايف قبل ما ندير اي حاجه نقعد في راسي نفكر انه هل ربما هذا اخر لايف ليا هنايا، فنحاول نتفكر كل اللحظات الجميله واللي دوزتها هنايا، الاشياء اللي تعلمتها نمتن ليها. قبل بلحظه من ما اطلع على الستيج بتمنى انه كل التعب اللي تعبته بالاسبوع يلاقي نتيجه، خصوصا هذا الاسبوع لانه فيديوين وكثير تعبت عليهم. متمنية أكيد تشوف أفكار جديدة وإبداع وقصص ممكن حتى تلهمنا، وبتمنى إنه الأفضل أكيد إنه يضل. مساء الخير، ليلي 6 مشتركين رح يخوضوا منافسة جديدة من نوعها، والتحدي رح يكون مضروب باثنين. التحدي الأول ابتدى ومع عبد الرحمن الحريري من سوريا، منعرف إذا في علاقة بين اللغة العربية والرياضة. في شوية توتر لأنه دائماً أول شخص بيطلع على المسرح ما بيعرف شو المتوقع، يعني بالعادة بنشوف من أول شخص ثاني شخص بنعرف إذا رح يصير في علامات عالية أو علامات واطية. إن شاء الله خير. يارا، شو الرسالة يلي وصلتك من خلال هالفيديو؟ هالرياضة بحبها كتير وما منشوفها قليل لنشوف حدا بيمارس هالرياضة، وحتى اللقطات اللي اخدهم بالفيديو هيك كل كتير في تفاصيل حلوة، صورة حلوة برا، يعني الألوان كلها هيك شوي كمان بتعطي جو حلو، والكلمات اللي كتبون طريقة كيف مفسرون باللغة العربية. حبيت فيديو مهضوم. يمكن أكتر شيء تميز فيه عبد الرحمن التأثير، لأنه مثل ما قالت يارا يمكن مننسى أنه في رماية السهم، عنا كتير يعني أنواع من الرياضة الفروسية، رماية حلو حلو نتذكرها، ويعني حسيتك خدمت تحدي الليلة بأفضل شكل ممكن. الفيديو is straight to the point، التحدي اللغة العربية والرياضة، جبت رياضة مشهورين بيها العرب، الايتشري أو الرماية. لا عجبني الفيديو، يعني فيديو بالعربي فيديو الفيديو لقد عجبني الفيديو كثيرا، الشريط المصور ايوه الشريط تو ذا بوينت. بدنا نشوف العلامات هلا. عبد الرحمن على 75 54 صدمة، كومنتات كلها حلوة وبعدين أخذت 54، ف مصدوم نوعا ما انه ما كنت متوقع ابدا، كله عطاني تعليقات ايجابيه كثير كبيره، ما حدا علق باي شكل سلبي على الفيديو. ان شاء الله يعجبهم الفيديو الثاني اكثر ويعطوني علامه احسن من اللي اخذتها، ان شاء الله ما اكون بالدينجر زون انا اليوم. انا هلا
طلع على ستيج كمل اول فيديو اللي كان موضوع اللغه العربيه، وهو كثير حسيته صعب علي، بس رجعت عملت فيديو منيح ان شاء الله ينال اعجاب اللجنه. هلا عم نقرب على النهائيات وان شاء الله تكون النتيجه منيحه لانه عم بالي ضل للاخر. خلينا نبلش مع فايا ونسألها شو رأيك باليوغا الصحية؟ حبيت، أنا ما كنت عارفة عن اليوغا الصحية. سمر مثل ما قلنا هديك المرة أنت كتير شاطرة أنك تعملي بحث، وعن جد مجتهدة، وكتير حبيت الرسالة، يعني شيء مفيد، لأنه عن جد حتى لما الولد يتعلم يعبر هو من جوا بيكون مرتاح أكتر، يعني كل ما كان عنده كل ما كان قاموسه أكبر. فبغض النظر يعني اليوغا ولا مش يوغا، كمان كتير له خصه بالويل بيينج وبأنه يكون حالته منيحة، فكتير حبيت الفيديو. سوري بدي أحكي عن المحتوى لأنه كتير استفزني هذا الموضوع، كتير بيعني لي لأنه كتير منشوفه في كتير أشخاص منشوفهم عم يتعاطوا مع أولادهم بطريقة أنه هني عم بيعلمون لغة، أنه كومات شو تابل هاو أولد أر يو، أو أي لغة كانت، يعني ما بيعرفوا أنه هو الولد بس يكبر رح يصير عنده مشكلة باللغة العربية، رح ينسى، ما بيعلموا لغة الأم اللي هو أصلاً لازم يتعلمها، واللغه بعدين الثانيه بعدين لما يكبر بيتعلمها على مهله. هيدا موضوع كثير مهم وكثير غلط، يعني الناس اخذينه بطريقه صحيحه. لسه ما شفتش بقيه الفيديوز، بس انا شايف ان ده ممكن يكون من احسن الفيديوز لغايه دلوقتي. انا مثلا لو شفت الفيديو ده هعمل منشن لكل البنات صحابي او اخواتي او 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 مراتات اخويا، هعمل لهم تاج في فيديو زي ده علشان يخشوا انه يودوا اولادهم يوجا يتكلموا فيها عربي. It's very interesting، يعني فاهمة؟ ممتع حقا. خلينا نشوف العلامة لسمر على 75. 65. كثير مبسوطة، كثير مبسوطة بالعلامة، ما توقعتها أبدا. بعد لهلا يعني في الفيديو الثاني، فبعد ما بعرف إذا هيدي العلامة رح تعلي لي الحلقة، هي رح تعلي لي الثاني فيديو، بس يعني ما في شيء أكيد لهلا. اللي لفتني بسمر الأطفال، مساعدة الأطفال إنه يحكوا اللغة العربية، وإنه اليوغا كتير بتساعد كمان أشياء كتير. معتمد جداً على الفيديو الأول، إن تعبت فيه وحاولت أعطي فيلم يكون معبر عن اللغة العربية، وبنفس الوقت الفيديو يكون حلو وأدخل جو الفيلم بطريقة معينة، فمعتمد عليه كثير. في علامة كاملة ليلى لنور الدين على هالفيديو؟ أكيد لا، أنا مش عاجبني الفيديو لأنه حس أن أنت بعدت بعد تام جداً عن الانتقاد، أنك بتعمل نقد الفيلم. أنت اتخذت يظهر من الأسبوع اللي فات عشان أديناك نقد حلو جداً، فجيت تعيد الكرة تاني، حسيتك انشغلت باللبس وبالباك جراوند بتاعك اكتر ما انت استفدت بالفيلم. يعني انا ما شفتش نقد، انا في الاخر شفت 8 من 10 وانت لابس لبس جلابيه وعجال وبتتجول. يارا تأثرتي باللي قاله واللي قدمه نور الدين بهالفيديو؟ حبيت الفكره، حبيت لبسه، حبيت الطريقه اللي عم يحكي فيها بالفصحى اكتر، وعن الفيلم اكيد العربي اللي وصل لكل العالم يعني بالغرب. لا حبيت، ما زعجني ابدا، حتى التصوير بعده حسيته بنفس المستوى، يعني ما رجع لورا. فايا، سبق وشفتي هالفيلم، فيلم بلال؟ لا صراحه، بس اكيد رح احضره. خلينا نشوف المعدل اللي عم تحصل عليه على 75 يا نور الدين. 53، بنشوف ترتيبك، انت ثالث مشترك بيمرق الليله بالمرتبة الثالثة. يعني جدا انصدمت بكومنت وائل انه هو ما حس انه انا اعطيت نقد كامل للفيلم، مع العلم انه انا تحدثت عن الاخراج وحاولت اعمل لينك بين اللغة العربية وهذا الفيلم. باعتقادي وصلت الفكرة، وصلت الرسالة، ما حبه هو فقلل لي من العلامة. الفيديو الثاني أنا بالبداية ما كنت حاط أملي عليه، لأن هو آرت اند ديزاين، أنا مو فنان ولا رسام، لكن فيديو خفيف ولطيف، إن شاء الله يعجبهم وترفع العلامة. إبراهيمي من الجزائر، منروح بمغامرة جديدة بتجمع بين اللغة العربية وحب السفر.
قال لي لحظات نطلع على المسرح راني متوتره لاني رابع وحده راني حابه الرساله تاعي توصل من الفيديوهات فنتمنى انه الرساله توصل للجنه الحكم وللجمهور. هذا الاسبوع خدمت على الفيديوين الاثنين فمانيش متكله على واحد اكثر من الاخر لاني راضيه على الاثنين فنتمنى انه الزوج يكونوا يعجبوا لجنه الحكم. يارا شو رايك بفكره نور؟ حلوه الفكره، حلو انه نعرف الاجانب على معالم تاريخيه سياحيه خاصة بلبنان، كمان بتصور بعد في معالم أكثر بكثير من اللي شفناه هون، ولو إنه حسيت اللي ما بتحكي عربي من قبل يعني لأنه صعب كثير اللغة العربية إنها بسرعة تقول كثير صعب. اللي لفتني الجانب اللي تناولت منه التحدي، يعني اللغة العربية حلو إنه رحتي عند الطرف الآخر شفتي هن ليه بحبوا يتعلموا لغتنا، يعني إحنا عنا من أغنى اللغات بالعالم ومن أصعبها، فحبيت الفيديو. يعني أقول لك حاجة يا نور بأمانة، أنا الفيديو بتاعك ده بالنسبة لي عبارة عن شوية يعني ممكن أشوفه على سناب شات أو أشوفه على الإنستغرام ستوريز. أوكي. يعني انت مفسحه صاحبتك وماشيه اي منقوشه ها 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 ولا بتتقال كده، ايه الجديد في الموضوع؟ يعني مش شايف اي محتوى تقدم، وانت بالذات في الترافل كل، انا عارف ان انت قاعده في بيروت علشان المسابقه، بس حاولي تبدعي اكتر من كده، حاولي تطلعي اللي في جعبتك، يعني حتى اذا كان عندك من مشاويرك اللي قبل كده طلعيها، ما هو في الاخر ده ايه؟ انك انت من موجودة في البرنامج عشان تجاربك السابقة والمخزون اللي عندك، زي ما كتير قوي المشتركين طلعوا حاجات من عبد الرحمن لما عمل بيفور اند افتر، مش عارف مين لما عمل ايه، ابداعي اكتر بالسفر. اكتر من انا شايف حاجة معمولة سناب شات متخيطة في بعض وخلاص. بنشوف معدل نور 44. يا نور بنشوف ترتيبك راح تكوني بالمرتبة الأخيرة لهلا لأنه هيدا أقل معدل. اول فيديو اللي قدمته حصلت عليه 44، راه حطني في منطقه الخطر لحد الان. مانيش راضيه على العلامه لانه اللجنه ما تاخذش بعين الاعتبار انه عندنا يوم واحد للتصوير ومشي يوم كامل، عندي ساعات قليله، فاكيد التصوير راح يكون في بيروت ولازم نشوف ثاني الافيليبيليتي تاع الضيف اللي راح نصور معايا، فنظن ما كانوش بزاف عادلين من طريقه النقطه تاعهم. فكره انه راح تكون في منطقه الخطر صعبه بزاف شويه بزاف. متأملة انه الفيديو الثاني يطلعني ما يحطنيش في منطقة الخطر، بصح شوية يعني أمالي حطت. خايفة أنا من هالفيديو، ولكن إذا هن فعلا ركزوا على المحتوى وعلى القصيدة وإنه أنا هالمرة عم أقول شعر مو نص ونسر وبلا قافية مثل كل مرة، فبعتقد يكون منيح، بس إذا ركزوا على كل شيء ما بعرف. بداية مع فايا، شو رأيك بهالفيديو من حيث الجماليات؟ بشكل عام حبيت، هلا هي ملعبك انت يعني اللغة العربية وانه تحكي عن اللغة العربية. بشكل عام الفيديو جيد، بس يعني كمؤثرات بصرية كان فيه يكون شوي احلى، يعني كان فيه يكون جذاب اكثر، لانه انا بفكر مثلا لو شفته بعمل له شير يمكن بتردد. يارا الفيديو اللي شفتيه كان على مستوى يلي توقعتيه من جنان؟ لا، بحس جنان بتقدم احسن من هيك كفيديو عم بحكي. الشعر كثير حلو، الموضوع كمان اللي حكي اللي كاتبته كمان والقائه هول ما فينا نحكي عنهم، بس انه شايفه فيديوز لك قبل احلى. معك صح، انا بتفق مع اللجنه في حكايه الفونت، ما عجبنيش الفونت خالص، الفونت او حتى تركيبه الفونت وهي نازله تحسي ما فيش دايره، يعني ما فيش اتجاه معين ازاي الفونت محطوط، يعني كان مرمي كده، انت فاهمه؟ ما كانش مريح قوي بسبب الاديتس بتاعت، طبعا يعني الاديتنج الاسبوع اللي فات كان اسرع، وده علشان اللغه وبتقولي شعر بطيء والى اخره، فهو الشعر طبعا خرافي لانه دي حته دي في ملعبك يعني، بس بتمنى اكتر انك انت تظبطي زي الاسبوع اللي فات الاديتنج اكتر وتختاري الفونتس بتاعته. خلينا نشوف المعدل العام يا جنان، 48. متوقع هذا الشيء، انا الفيديو بالاصل يعني كفيديو مثل ما متوقع تماما، قلت لهم انه الفيديو هنا قالوا انه الفيديو يعني ما له بهالمستوى الجيد، بس كشعر كثير رائع، ونفس الشيء انا حكيت انا كنت مركزه كثير على الشعر بالتحدي، بس كفيديو لا، حاطه امل الصراحه بالفيديو الثاني، ان شاء الله بيطلع حلو، ان شاء الله بيعجبهم.
انا الحين طالع، انا سادس مشترك، متفائل في الفيديو ان شاء الله اللي سويته الواحد اللي هو عن الخط العربي، لانه مره هذا شيء احبه وان شاء الله بتفاجئون فيه اللجنه. احس انه مبسوط لانه انا اخر واحد طلعت، والتحدي هذا حسيت انه مره قريب لي يعني، وتكلم عن الفن اللي انا جالس اسويه. وائل، شو الجديد يلي قدمه راشد؟ الجديد اللي قدمه راشد ولا حاجه. الفيديو ده اول حاجه هو الرسمتين اللي كانوا جنبك دول انت يعني مسحت الرسمه دي بالابيض؟ ايه انا مسحت. طيب انت عارف انه قانون رقم واحد في الستريت ارت انك عمرك ما تمسح شغل واحد تاني، بيجوا بينتقموا منك. لا هو ده كود موجود زي البرو كود كده، ما ينفعش تمسح الشغل بتاع حد تاني، ده ما بترسلش رساله كويسه للناس. يا را شو رايك بالموسيقى هالمره؟ كنا عم نقول لبعض عن جد موسيقى الفن، التخطيط، انا كثير عجبني التخطيط. هلا يمكن شوي ما بعرف اذا مستخف نتف راشد هالمره بالفكره تبع هالاسبوع، بس انا ما فينا نحكي شيء، ما فينا احكي شيء انا شخصيا يعني عن الشيء اللي بيقدمه، ولو حتى يعني هيك عم بيعمل بنفى ايده. فايا هلا بدي اسالك، برايك هالفيديو بيرجع راشد للمرتبه الاولى؟ كلا. يمكن اكثر معيار يعني اثر فيه اليوم راشد هو الابداع، يعني الجماليات كانوا مناح، الابداع والمحتوى طبعا، جماليات ممكن ينتشر له تاثير لانه بيفرجي جمال الحرف، بس مثل ما قالوا لانه شفنا كثير منك كنت متوقعه مثلا تخطط جمله مثلا انه حكمه او مثل او شيء نستنتج اكثر من حرف يعني، هي حلوه بدون شك بس يمكن دايما نتوقع منه الرسالة كان فيها تكون اوضح. العلامه يا راشد 57، وشوف ترتيبك الثاني. طلعت العلامة 57، تفاجأت من العلامة، توقعت انهم بيحبون الفيديو، بس رأي اللجنة واحترمه يعني. في تعليق قال لي وائل انه ممنوع تمسح الكلام الجرافيتي، يعني تمسح على شيء احد رسمة احد قبل، بس الرسمة كانت مرة قديمة فاحتجت اني اغير من شكلها عشان اسوي الرسمة. إذا كنت قلم تلوين أختار اللون الأزرق، لأنه اللون الأزرق شيء أحسه يحس بالسعادة والفرح. يكون اللون الليلكي لأنه بيجيب هيك الطاقة الإيجابية. نختار اللون الأزرق لأنه لوني المفضل. بحب يكون لون أخضر لأنه اللون الأخضر طاقته كثير منيحة. أختار إنه يكون لون الأزرق لأنه هادئ ورايق. أختار اللون الأسود لأن اللون الأسود يعبر عن نفسيتي. آخر هدية جبت حزام تمرين لحدا من أصحابي بالنادي. ما نقدرش نقول. آخر هدية هديتها لشخص، هديت قلبي. ساعة. عطر نسائي. لو انعمل فيلم عن حياتي رح يكون فيلم دراما حربي. أكشن. فيلم كوميدي. دراما. دراما؟ كوميدي رومانسي. أكثر شيء يزعجني هي ريحة البرتقال، ولا إذا كان المطر ونشوف قشور البرتقال في الأرض. الكذب. أكثر شيء بيزعجني صوت الكلب. ناس الغشاشة. الأشخاص اللي بتكذب وبتكون هيك مش واضحة بتصرفاته. تتقيد حريتي. إذا بوصف حالي ثلاث كلمات، الواد قلبه بيوقعه. مهضومة، ناعمة، وعندي طموح. طنش تعش تنتعش. أنا لست لهم. أحفظ الميم تحفظك. I am Batman. إذا اختار نفسي يكون شخصية أبغى أكون باتمان. ما رح أكون مع حدا ولا رح بدل مع حدا، أنا مع حالي وبس. رح نكون في بلاست بيتر ماكينن لأنه الأيدول تاعي ونحب نعيش حياته. فينا فكر؟ ما بعرف. بدل حياتي مع بيل جيتس لأنه هو بيعمل أعمال خيرية كتير وبحب أكون بهذا الموقع. مع مذيع كونان أوبراين، كتير خفيف الدم ومقابل كتير أشخاص وكان يشتغل بذا سيمبسونز. أول شيء أسويه إذا صحيت من النوم
أكلم اللي أحب. استغفر ربي. حنشوف شحال الوقت وندم علينا. بتنفس بطريقة منظمة واللي هي التنفس الطاقي. بطلع على التليفون، أي تشيك إنستغرام، فيسبوك، وهيك أشياء. أقول صباح الخير ماما، صباح الخير للجميع، وأغني وراها أروح أغسل.